ثالث إجراء هو أن يكون عندي منظومة قوية للإنذار المبكر، الإنذار المناخي المبكر، بمعنى أن التقلبات المناخية الجامحة تقلبات في الطقس، يعني ممكن في خلال يوم أو يومين يحصل كميات أمطار كبيرة في مناطق زراعية معينة في محافظة وبتاع، فلازم يكون في عندي آلية للإنذار المبكر أن أنا أقدر أتوقع هذه التغيرات في الطقس وأدي التوصيات للمزارع، خلي بالك هينزل عندك كمية أمطار على المحصول، فلو جه ميعاد الري توقف عن الري حتى لما المطر ينزل الارض تستوعبها، وده اللي بيقوم بيه فعليا مركز معلومات تغير المناخ تابع لوزاره الزراعه. الحقيقه خلال فتره الجائحه ظهر مشروع قومي كبير في مصر اطلقته مصر، كان هو مشروع تبطين الترع. وتبطين الترع الغرض الاساسي منه هو تقليل معدلات البخر الموجوده جوه الميه. اساليب الري المتبعه في مصر من مئات السنين هي ان احنا بناخد المياه ديت نحطها في قنوات وترع ونبتدي نوزعها على الحقول اللي موجوده فيها الزراعه، بعدين بنروي باي طريقه إن كانت بقى، سواء ري بالغمر او سواء ري بالاساليب الحديثه. الترع والقنوات اللي المياه بتمشي فيها بيحصل فيها بخر كبير جدا، وكمان بيحصل فيها تسرب للمياه ديت جوه التربه، وساعات التسرب دوت جوه التربه بيؤدي الى كونتامينيشن ما بين المياه الحلوه اللي جايه من النيل او المياه الكويسه اللي جايه من النيل الصالحه للزراعه، تبقى يفقد جزء منها او جزء منها يروح يبقى فيه كونتامينيشن منه مع الاندر جراوند ووتر اللي هي المياه تحت السطحيه. فالحقيقه تبطين الترع دوت كان الغرض، او يعني المشروع بتاع التبطين، المشروع القومي لتبطين الترع، الغرض الرئيسي منه هو تقليل الفاقد.